خلينا نرجع إلى عماد ونتعرف أكثر على تفاصيل الأكلة. مثل ما قال هي فاهيتة بالدجاج، نعرف المقادير وطريقة عمل هذه الأكلة. عماد عرفنا على مقادير الأكلة. طبعا بالنسبة لمقادير الأكلة عندنا صدر دجاج 300 غرام، راح نستخدم قطعة واحدة طماطة، بصل قطعة واحدة، راح نستخدم فلفل أيضا قطعة واحدة، ثوم راح نستخدم قطعة واحدة صغيرة، رشة فلح ملح. العفو، رشة بهارات، طبعا بهارات اللي هي الخاصة بالفاهيتا، طبعا اللي عنده هاي البهارات يخلي هاي البهارات، اللي ما عنده يقدر يخلي الكمون والفلفل الأسود، راح تطلع طيبة. بالإضافة إلى الجبن، طبعا جبن الموزاريلا يضيف طعم طيب مع هاي الأكلة، وحسب الرغبة يمكن الجبن طبعا يصير يعني حسب الرغبة، بس يكثرها أو يقلل. نعم نعم، إيش قد ما الواحد يخلي تبقى حسب الرغبة. إحنا راح نضيف شيء بسيط راح ينطي طعم طيب مع هاي الأكلة. هي بهارات جاهزة، بهارات فاهيتا طبعا مكتوب عليها. بهارات الفاهيتا هي جاهزة، اكو من هاي العلب مكتوب عليها بهارات فاهيتا، تقدر. هي صارت انواع عديده من البهارات. نعم. الموجوده بالاسواق. نعم، يقدرون يستخدمون من الزيت. ايش قد ممكن نخليه؟ طبعا الزيت خاشقتين مال الاكل تكون كافيه. بالنسبه احنا راح نبدي اول شيء بالثوم، راح نحمص الثوم، وبعدها راح نقطع الدجاج. بعد ما يتحمص الدجاج راح نبلش بالبدايه البصل يتحمص، وبعدها الفلفل، واخر شيء تبقى الطماطه. طبعا بالنسبه للطماطه احنا ما نحب نضيف الطماطه، ما راح يكون طعمها طيب، لانه هي الفاهيتا خاصه بالفلفل. قصدك ما نضيف كميه اكثر من حبه واحده؟ مو على الكميه اسيل، على اللون. هي الفاهيتا مشهوره بالفلفل، فلفل راح نخلي يعني مثلا لون اخضر ولون احمر ولون اصفر الالوان. هي كلها بارده. يعني ممكن نضيف بعد فلفل احمر وفلفل اصفر. نعم، بس فلفل الالوان. نعم، فلفل احمر بس بارد يكون، ما يكون حار. احنا نفس هذا الفلفل بس عاده يجي بالاسواق تشوفه ثلاثة أربعة مبيوعين. نعم. بالمولات سوا. نعم. مخليهم ومشيسيهم احمر وبرتقالي، اكو اصفر الوانه حلوه فعلا. نعم. بالنسبة احنا الطماطة احنا دا نخلي طماطة، طبعا نقدر نخلي احنا ندور من هذاك الفلفل ونسوي، بس احنا على موت بعض الناس طبعا اكو بعض المكانات ما يكون موجود بيها هذا الفلفل الالوان، فيريدون يقدرون يخلون الطماطة. يعني هو لانه يمكن الخضروات المستوردة مو دائما متوفر الى موسم خاص. نعم، من هيك احنا قلت لك احنا نسوي الطماطه وتصير. طبعا احنا نفضل عليهم الفلفل. نعم. يعني من دق احيانا انت هيك تدق بالسكينه. نعم. مره راح تثربه ناعم. نعم، هيك يبقى يعني احنا نحتاج هيك هذا الشكل يصير اجمل. نقدر نقطع الدجاج، طبعا بالنسبه للدجاج راح نسوي على شكل الجوليان بهذا الشكل، راح نضيفه طبعا فوق الثوم. طبعا الثوم متحمص، احنا ما نريده يحترق، راح نخليه بهذا الشكل. بس صدر الدجاج ينفع بالفاهيتا؟ نعم، يعني هو ما نقدر افخاذ الدجاج مثلا نطلع منها اللحم ايضا؟ نقدر نطلع لحم، بس احنا نريد نسويه على شكل جوليان. هي هاي الاكله يصير تقطيع على شكل جوليان، ففخذ الدجاج ما حتى لو نطلع اللحم مالته ما يتقطع جوليان بعد. شرائح يعني أصبت. نعم. الأصابع. نعم، بهذا الشكل. راح نضيف أيضا البهارات. يعني قبل ما يتحمص الثوم نخلي الدجاج. نعم، يتحمص يصير شكله على لون ذهبي، وبعدها نضيف الدجاج. طبعا إذا ما يتحمص الثوم ما راح ينطي النكهة اللي إحنا نريدها. وهي ايضا ما تاخذ زيت هوايه هذه الاكله. لا، ما يحتاج الى زيت. يعني تعتبر من الاكلات الخفيفه نوعا ما. نعم، وبالنسبه لهي الاكله حتى اللي عنده مثلا مشكله مع الدهن يقدر ما يضيف الزيت، يقدر يضيف زيت الزيتون. يعني مو فت مشكله. عندنا البهارات راح نضيف بالبدايه اي على الدجاج، طبعا رشه اللي مثل ما قلنا هي بهارات الفاهيتا الخاصة بها، واللي ما متوفرة يما هاي البهارات يقدر يضيف كمون، فلفل اسود، رشة صغيرة برشة صغيرة، راح يكون شكلها وطعمها جميل.
هاي تنوكل بالخبز عماد؟ نعم تنوكل بالخبز وتنوكل وقت الغداء وقت العشاء يعني أي وقت مو فت مشكلة، وخاصة إذا وقت العشاء تكون أكلة خفيفة يعني هي مو ثقيلة يعني ما بيها لحم والدهونيات ما بيها هواية ما عدنا اللي يبيها يعني. ويتسوى منها يمكن سندويشات؟ نعم يتسوى منها سندويشات لفات؟ نعم سندويش ترهم أيضا إذا حبينا نسوي سندويش، أكو الخبز إذا شايفتي الخبز اللبناني إيه يرهم وياه، وخاصة إذا ضفنا معاه الطرشي المخلل الناعم الخيار الناعم هذا ينطي فالطعم جدا طيب وياه، ونضيف وياهم أيضا المايونيز راح ينطي نكهة جدا طيبة. إذا هذا الدجاج راح يتحمص شوية، طبعا بين ما يتحمص الدجاج نقدر نقطع. الحركة عالية لو هادئة؟ يبقى على هاي النار، هي مو عالية ولا هادية، على النص نار وسط. ايه راح نقدر نقطع هسه البصل نحضره، طبعا بالنسبة للتقطيع كله يصير نفس تقطيع الدجاج بهذا الشكل جوليان. نحاول ما نسويه جدا خفيف حتى يبرس بالأكلة، يعني من يتحمص يبقى على حاله مثل ما هو، يعني قصد منه انه هذا البصل ما ينهرس زايد بالطبق. نعم نعم ما يصير ناعم هذا. بالنسبة للطماطم راح نقطع بس القشر ماله، ما راح ناخذ اللب لانه احنا نريد شكل الفاهيتا يكون جميل، ما نريد يصير على شكل يعني مثل شلون ما نقول صلصة، احنا ما نريد اذا الطماطم خليناها كلها اللب مال الطماطم شنو يسوي راح يشكل صلصة ينطيها سائل. نعم نعم يعني انت اذا تاخذ الطماطم بس منظر بس على مدلونها. نعم نعم يعني ممكن انه نستعين عن الطماطم بالفلفل الاحمر الحلو. نعم نعم هو بالاصل المفروض احنا نخلي فلفل بس انا قلت لك مرات اكو بعض الناس ما يكون متوفر عندهم هذا الفلفل فاحنا نسوي حتى لا تكون مكلفة زايد الاكلة. نعم 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 طبعا مثل ما تعرفين هذا الفلفل الالوان موجود احنا يمنا بس شلون يصير سعره يعني من 2500 فما فوق. اي سعره غالي الفلفل طبعا هو شويه يكون غالي، فاحنا نقول احنا نفضل الفلفل على الطماطه، بس اللي يحب يقدر يضيف طماطه ايضا، وايضا راح تنطي طعم طيب. انت هسه حسبي دجاج وبصل وطماطه وفلفل طبعا وبهارات الفاهيتا وراح نضيف الجبن راح تصير الاكله جدا طيبه. نقدر نضيف لها بعض خضراوات؟ خضراوات نقدر نضيف لها مثلا ممكن نضيف لها أصابع الفنجر تكون مستوي يعني فنجر مستوي يكون متحمص جاهز بعد ما الفاهيتة تصير جاهزة نقدر نضيف الفنجر فوق الدجاج، طبعا راح يصير الطبق جدا جميل. إذا الواحد يحب الفنجر نقدر يضيفها مع هاي الأكلة، واللي ما يحب طبعا هي حسب الرغبة، هو الفنجر ما يطب مع هاي الأكلة. فطر ما يرهم وياها؟ الفطر ما يرهم، من محبين الفطر يعني أحب كل شيء خلي فطر. نعم الفطر يرهم بس مو ويا هاي الأكلة، ما يرهم ويا الفاهيتا يعني ممكن يرهم مع الستيك، نسوي ستيك دجاج نسوي ويا صلصة طبعا صلصة البيضة اللي هي وياها يطب الطحين، ونضيف معها الفطر ونضيف قليل من الفلفل الأبيض والماجي راح تنطي الطعم جدا طيب. هذا الدجاج تحمص صار جاهز، يعني تحمص الدجاج تقريبا ياخذ لون ذهبي. نعم تحمص تخلي الدجاج استوى وصار جاهز، نقدر نخليه بهذا الطبق حتى تستوي طبعا الطماطه والفلفل والبصل، راح نضيف الدجاج بعدها مره ثانيه. يعني ما راح تخلطهم هسه بالبدايه؟ لا ما راح نخلطهم، ما راح نخلطهم بالبدايه، راح يتحمص البصل طبعا، اذا ما يتحمص البصل بوحده ويصير شكله ذهبي ما راح ينطي الطعم اللي احنا نريده. وريحه البهارات طيبه هذه. نعم نعم ونفس الطاوه نفس الطاوه ما راح نست ده دائما مغيرها. نقول نفس الطاوه افضل طبعا، يبقى طعم الدجاج وطعم هذا البهارات ما يروح، راح يبقى هسه بالبصل محصور بين البصل والفلفل والطماطه طبعا باقي الخضروات. راح نضيف البصل وحركه وسط، بعدنا حركه النار وسط مو قويه. نعم مو قويه. وما ادري احنا يمكن هسه هالايام يبدا يتغير الاكل عندنا لانه الاجواء يمكن تغيرت، احنا دائما نعرف اكو اكلات صيفيه واكلات شتائيه
معروفة هاي القصة مو صحيح؟ نعم نعم، وخاصة هسه الربيع، هسه راح يجي الربيع والناس تطلع سفرات بالضبط، وهاي واحد يسوي جدرية دولمة أو ياخذ وياه كباب أو تكة يطلع على الفحم وشوي، جو حيل طيب يرهم للسفرات. هاي تعتبر من الأكلات تقريبا الصيفية، يعني الأكلات الباردة ما إلها حرارة على المعدة. نعم نعم، هي مثل على سبيل المثال حتى لو بريان يرهم، يعني هسه مثل هاي سفرات ناس تاخذ جدرية مثلا تطلع 4-5 عوائل سوية، فواحد يقول كل واحد يسوي شكل، كل واحدة تسوي شكل، واحدة تسوي برياني، واحدة تسوي دولمة، واحدة على سبيل المثال تسوي كوبا، واللوخ تقول اني اجيب مشويات ونسوي هناك الفحم وهذا ونشوي، يعني هي علمة كل ما كانت المجموعة اكثر كل ما الواحد يصير سبحان الله يعني بالسفرة ما اعرف ايش واحد تنفتح شهيته زايد طبعا، وتصير السفلة يعني السفرة تصير احلى من ما تكون محصورة بين شخصين او ثلاثة او اربعة، ايش قد ما تزيد الناس ايش قد ما أكيد تصير احلى. علمة هاي الأكلة تنفع ظهر وتنفع عشاء. نعم يعني نعم. على الغداء وعلى العشاء. نعم بس هم أغلبية الناس يعني مجتمعنا هاي الأكلة يسووها على العشاء. لأنه إحنا متعلمين إذا تمن مو على الغداء إحنا ما نغدي. مرقة وتمن. نعم نعم. البصل صار جاهز نقدر نضيف. بصل يعني يذبل. نعم. تغطيته حتى يذبل على البخار. نعم نعم ويتحمص شوية يصير لونه ذهبي. راح ينطي نكهة طيبة، خاصة احنا ضفنا الثوم مع الدجاج، الثوم والبصل ينطي نكهة طيبة مع الدجاج. بالنسبة للطماطم راح نضيفها آخر شيء وما نريدها تتحمص أيضا، يعني تبقى على النار هادية قليل وبعدها راح نضيف الدجاج. يبقى عندنا الملح أيضا، احنا ما ضفنا الملح. آخر شيء راح نضيف الملح والجبن الموزاريلا والطماطم. مثل ما تعرفين الجبن والملح ايضا هم حسب الرغبه، يعني اكو ناس مثلا عندها ارتفاع ضغط ما تحب تحط ملح زايد. نعم نعم يقدرون ما يضيفون ملح. واكو شغله ثانيه مثل هسه عندنا هذا صدر دجاج، طبعا هو صدر دجاج هو مجمد، يعني قليل ما تلقين صدر دجاج يعني اللي هو مثلا طلعي من دجاجه حيه، هذا يلا يصير يكون طعمه طيب. هذا دجاج اذا ضفنا عليه ماجي دجاج يعني ما نسوي مثلا فتشي غلط او هذا راح ينطي نكهه طيبه مع الدجاج. ونقدر في المقابل ما نضيف الملح، هو الماجي يكون به طعم ملوحه وينطي طعم طيب. يقدرون الناس يجربون هاي هذا الشيء. طبعا بهاي الاكله اكو بعض المرات ناس تسوي تشريب دجاج يقدرون يضيفون ماجي دجاج مع التشريب، يعني مو فت مشكله مثل ما تعرفين. يعني اذا ضفنا الماجي ما نضيف الملح لان الماجي بطبيعه الحال مالح. نعم 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 نعم. راح نرجع الدجاج ونخلي الطماطه بعد ما زبلت الفلفل هم ويا البصل. نعم نعم. ترجع تضيف الدجاج. ضفنا الدجاج يبقى مثل ما قلنا آخر شيء راح نضيف. هي يمكن مراحل استواء كل شغلة إلها أثر إنه تطلع الطبخة مضبوطة لو لا. نعم هسه إذا ضفنا الفلفل قبل البصل الأكلة كلها راح تخرب. البصل الفلفل راح يتحمص مو فد مشكلة، بس البصل ما راح يتحمص، وحتى اذا ضفناه فوق هذا الفلفل ما راح ينطي ما راح يتحمص ما راح ينطي النكهه اللي احنا نريدها، وراح يبقى حتى شكله مو جميل بالطبق. اي هسه شوف الفلفل بعده محافظ على قوته. نعم بهاي الاكله الكل لازم يحافظ على قوته ما عدا البصل لازم يتحمص شويه يذبل، فاحنا سويناه على شكل شويه خشن حتى يبقى محافظ على شكله. هنخلي الجبن قبل الطماطم. راح نضيف الجبن وبعدها راح نضيف الطماطم مباشره والملح. هذا الجبن هاي الطماطه يعني طبعا قصد تظل الطماطه ايضا قويه ما مذبله. نعم الطماطه نريد تبقى مثل ما هي. هذا الملح قد ممكن تاخذ من عندنا وقت الى ان تكمل هذه، يعني ممكن بين الثلاث دقائق والاربع دقائق تصير جاهزه. احنا راح نصي النار حتى الجبن يتحمص شوي، يعني مو يتحمص هو ما راح يتحمص، الجبن يعني يتجانس مع الدجاج وباقي الخضروات. الحلو فيها انه يعني تعتبر من الاكلات السريعه، يعني الواحد يقوم بالليل احيانا يتعاجز يقوم يسوي له طبخه، هي هم طيبه وغنيه وبنفس الوقت تعتبر سريعه. نعم ما يحتاج لوقت هوايه اذا كان عندنا دجاج جاهز وباقي الخضروات تكون جاهزه. ممكن
يعني 7-8 دقائق، خلي 10 دقائق تكون جاهزة، يعني ما يحتاج لها وقت هواية. شكلها صار جدا جميل. طبعا مثل ما قلنا بالنسبة للجبن هو حسب الرغبة، اللي يحب يقدر ما يضيف الجبن. طبعا جبن الموزاريلا كثير من الناس تحب جبن زايد، تحب يعني تكون الأكلة هيشي من تشيلها كلها. نعم نعم، خاصة هاي الأكلة جبن الموزاريلا ينطي نكهة كلش طيبة مع الدجاج. الحلو بيها ما بيها صوص، يعني ما تعذب إذا الواحد يسويها بالسندويشات. لا ما تعذب هسه مثل هاي. وتكفي يعني هاي ممكن كم سندويشة ممكن تسوي؟ ممكن هاي تصير، راح تصير 5 سندويشات، وعلبة واحدة طرشي من هذا المخلل الخيار الناعم. وعلبة واحدة مايونيز صغيرة، راح يصير 5 وجبة كاملة. نعم نعم، 5 أشخاص يقدرون يأكلون من عندها، وهي مو مكلفة هواية. إحنا شقد ممكن نستخدم 300 غرام صدر دجاج، وقطعة واحدة بصل، وقطعة واحدة طماطة، وقطعة واحدة الفلفل، وضفنا قليل من الموزاريلا والبهارات. يعني هي مو مكلفة، بس هي تكفي 5 أشخاص. راح نقدمها، بس الجبن يتحم يعني يتجانس شوية مع الدجاج ويصير جاهز. راح نقدمها بالطبق. كثير من الناس تحب هذه الفاهيتة، تروح للمطعم تطلبها وهي بسيطة ما يحتاج لها شيء، ممكن يسووها بالبيت. نعم نعم، هي جدا سهلة، بس انه الواحد ينتبه. هسا انت هسا شلون جاي تبوعين علي؟ هسا اذا ما كنت تعرفيها ممكن هسا تروحين على البيت تقدرين تسويها، بس اذا انت تبوعين بالبداية وبعدين تديرين القناة شلون راح تتعلميها؟ ما راح تتعلميها. هي المراحل، احنا قلنا المراحل، انه شلون شو تحط بالبداية هي لها دور انها تطلع الاكله مضبوطه. نعم شكلها حلو. نعم نعم، شكلها يشهي، والالوان وتداخل الالوان صارت طماطه، يعني تنطي يعني بقت على حيلها مثل ما كانت هي. صحيح. طبعا والفلفل ايضا، البصل، الريحه هي. نعم نعم، الريحه لها دور تفتح الشهيه. نعم نعم، حلوه. نعم. عاشت ايدك عماد. شكرا شكرا، وفعلا اكله حلوه وسريعه ومفيده جدا.